بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر محمد سعيد، ولنقوم النهارده بشرح اخر حلقه من منهج الالجبرا للسكندري تيرم. الحلقه بتاعت النهارده حلقه سهله جدا، بتتكلم على دروس خاصه بالالجبرا. اول درس فيها اسمها اوبريشن اون انتجر باورز، وبعدها على طول البروبابيلتي اللي احنا اصلا خدناه كذا مره قبل كده. طيب، هو دلوقتي الدرس ده تحديدا نادرا لما بيجي في الامتحانات، يعني نادرا جدا جدا لما بيجي في الامتحانات، بس تعال نشوف هو بيعبر عن ايه. يعني هو بيقول لي كل الحكايه لما يكون مثلا عندك بروبلم معينه زي دي كده، وانت عايز تشتغلها بمخك من غير كالكوليتر. يعني فالوضع ده بيتم ازاي؟ اول حاجه تشتغل على البراكت، يعني لو عندك براكت تفكه وتشوف الناتج بتاعه بكام. فبالتالي دي كده هنقول جنبها ايكوال على طول مباشره، ادي ال20 زي ما هي والديفايدد زي ما هي. البراكت ده نفسه لما تيجي تقول 12 ماينس 2 الاجابه هتديك 10، بعد كده ملتبلاي مع 3 باور 2، بعد كده ماينس 2. الخطوه الثانيه ان انت بتفك الباور ده، يعني انت اول حاجه بتبص على البراكت وثاني حاجه بتبص على الباور تفكه. يعني يبقى ادي ال 20 ديفايدد 10 معموله ملتبلاي مع 3 باور 2 دي نفسها ب 9، وبعد كده في الاخر خالص ماينس 2. بعد كده الخطوه اللي بعدها بتشتغل على الديفايد وبعدها ملتبلاي وبعدها بلس وماينس. فبالتالي ال 20 ديفايدد 10 الاجابه بتاعتك هتديك 2، يبقى دي ال 2 نزلت اهي، والباي نزلت، وال 9 نزلت، والماينس نزلت، وال 2 نزلت. الخطوه اللي بعدها ما حدش يجي يقول لي بقى ان انا هعمل 9 ماينس 2، لا، برضه بشتغل على الملتبلاي الاول، يبقى هنا 2 باي 9 يبقى الاجابه هنا 18، بعد كده يبقى 18 ماينس 2 الاجابه بقى ان هي خالص الاجابه هتدينا 16. حتى برضه انت لو جيت مسكت عملت كل اللعبكه دي بالكالكوليتر الاجابه هتديك 16. نفس الوضع في السؤال اللي بعده، انت هتمسك الروت 3 وتعملها باور 7، يعني انا هتخلص من الباور الاول واشوف الناتج هنا بكام، بعد كده الديفايد هتنزل والبلس هتنزل وكل ده هينزل زي ما هو، والباور نيجاتيف 1 ده برضه هعمله بالكالكوليتر اشوفه بكام. بعد كده تشتغلي على الباي، وبعد كده تشتغلي على الديفايد، او تشتغلي على الديفايد وبعد كده الباي، وفي الاخر خالص تعملهم بلس او تشتغل الحكايه بتاعت البلس يعني. طيب، ساعات ممكن يديني سؤال في الامتحان بالوضع ده كده، يقول لي انت عندك x باور 4 ماينس y باور 4، ودي اسمها ديفرنس بتوين تو سكويرز. بالتالي كان بتعمل براكت تو براكت، والx باور 4 دي هتتقسم لx باور 2 وx باور 2، والماينس دي هتبقى واحده بلس واحده ماينس، والy باور 4 دي هتبقى y باور 2 y باور 2. هتيجي تنزل من تحت هتلاقي برضو هنا x باور 2 بلس y باور 2. طب انا هلاقي البراكت ده كله كده هيروح مع اللي فوق كده، لان هما الاثنين معمولين ما بينهم علامه ملتبلاي. فبالتالي الاجابه في الصوره النهائيه للاكسبريشن ده هيدينا x باور 2 ماينس y باور 2. ماشي، طب الاكس باور 2 ماينس y باور 2 اساسا سهله جدا ان انا اجيبها ازاي؟ هو مش انت عندك x بكذا؟ x عباره عن روت 5، ادي روت 5 اهو باور 2، ماينس y باور 2 عباره عن روت 7 اهي، والكلام ده كده كان باور 2. طبعا روت 5 باور 2 الاجابه هتدينا 5، ويبقى ماينس روت 7 باور 2 الاجابه هتدينا 7. إذا الإجابة النهائية بتاعتي هتدينا نيجاتيف 2. السؤال اللي بعده برضه بنفس الوضع، بيقول لي إن ده طبعًا ديفرنس بتوين تو كيوبس، فبالتالي هيبقى براكت صغير وبراكت كبير. لما آخد الكيوبيك روت للإكس باور 3 هتبقى إكس، طبعًا علامة ماينس هنا، ولما آخد الكيوبيك روت للواي باور 3 هتدينا واي. طبعًا بنعمل فيرست باي فيرست اللي هو إكس باي إكس، يبقى الإجابة هنا إكس باور 2. علامة الماينس دي بتتقلب بلس، وبنقول له فيرست باي سكند، يعني هنا هتبقى إكس واي، وفي الاخر هتبقى اللي هو بلس، دايما بيكون في الاخر طبعا، وهتكون y باور 2، ومن تحت طبعا اللي هي x difference y او x minus y بهذا الشكل. طبعا دي كده هتروح مع دي، فبالتالي الصوره النهائيه بتاعتي هتكون عباره عن x باور 2 بلس x y، وبعد كده بلس y باور 2. طيب دلوقتي ال x باور 2 دي نفسها هي عباره عن روت 5، فبالتالي يبقى ادي روت 5 باور 2 بلس x y، ما معناها x multiply y، ال x اللي هي روت 5 معموله multiply مع روت 7 بهذا الشكل، بعد كده بلس في الاخر اللي هي الواي باور 2 اللي هي روت 7 باور 2. هنحسب الكلام ده كده بالكالكوليتر ونشوفه يطلع زي ما يطلع يعني. طيب، ساعات بيديني اسئله من النوعيه دي، بيقول لي ايه؟ فايند تو نيرست سنتيمتر راديوس اوف سيركل اللي هوز اريا بكذا والباي بتاعتك بكذا. طب هو اولا انت عندك اصلا اريا بتاعتك عباره عن باي تايمز ار باور 2، فالاريا نفسها بالنمبر ده اللي هو 5.2 ملتبلاي مع 10 باور 3، الباي دي نفسها بالناتج ده اللي هو 314 معموله ملتبلاي مع 10 باور نيجاتيف 2،
ومعموله مالتي بلاي مع الار باور 2 اللي انا اصلا مش عارفها بهذا الشكل. طبعا الموضوع ده هيكون بمنتهى البساطه، اي حاجه جنب الار باور 2 بتروح نازله بالديفايد، فبالتالي الناتج ده اللي هو 5.2 معمول مالتي بلاي مع 10 باور 3 هينزل تحتها 314 معموله مالتي بلاي مع 10 باور نيجاتيف 2، وهنشوف الناتج بتاعها بكام، يبقى ده الار باور 2 بتاعي. بعد كده الباور 2 ده طبعا هيروح هناك بالروت، يبقى ناخد روت للناتج اللي هيطلع لنا، هيكون الاجابه النهائيه بتاعتنا. بعد كده بقى بيقول لك اعمل لي تو نيرست سنتيمتر، يعني مثلا نفترض ان الار طلعت لك كده انه مثلا 15.5123 ديسمال كتير كده يعني، فبالتالي انت بتبص على اللي هو اول نمبر من هنا هو ال 5، قبله هنا من هنا نمبر اسمه ايه؟ لو كان قبله 5 او 6 او 7 او 8 او 9 بيدي 1 للي جنبه، بحيث ان ال 5 دي هتدي لل 5 دي 1 اصبحت 6، فبالتالي دي كده ابروكسيميشن تكون 16. طب لو كان اللي قبل ال 5 دي مثلا وليكن 4 او 3 او 2 او 1 او 0، كل ده هيكون ال 15 دي ابروكسيميشن تكون 15 زي ما هي، مش هيتزود عليها 1 ولا حاجه. طيب الرولز دي كانت من الترم الاول، قلت ان انا اجيبها لكم تحفظوها سريعا كده عشان لو، بس هو نادرا جدا لما هيجيب لي اسئله عليها يعني، بس تبقى معانا ان احنا فاكرينها وخلاص يعني. نيجي لاخر درس معانا في منهج الالجبرا اللي هو بيتكلم على البروبابيلتي. طبعا في شويه حاجات كده عايزين نفتكرها مع بعض من السنين اللي فاتت، انه the probability of impossible event كان بزيرو، والبروبابيلتي اوف certain او sure او الحاجه اللي هي الاكيده اللي لازم تحصل كانت ب 1، وخلي بالك البروبابيلتي بتاع البوسيبل كان بيكون between 0 and 1، يعني برضو لو جه سالني في الامتحان probability of possible اللي هي ممكن ان هي تحصل دايما بتكون between 0 and 1. طبعا when tossing a coin لما تيجي ترمي العمله probability of appearance head او tail، يعني سواء قال لي ده او ده طبعا الاجابه بتاعتي بتكون هاف. السؤال ده برضو من ضمن الاسئله المهمه اللي بتتكرر في الامتحانات، بيقول لي if the probability of the occurrence of event 5 over 8، يعني احتمال ظهور حدث معين او شيء معين 5 over 8، then the probability of non occurrence يعني الحاجه اللي مش هتظهر، طبعا هنا 8 هتثبت ال 8، فبالتالي ال 5 دي فاضل لها كام عشان توصل ل 8؟ فاضل لها 3، فبالتالي يبقى اللي بيظهر 5 over 8 او 5 from 8 يبقى اللي مش هيظهر 3 from 8. طيب which of the following may be probability of an event، طبعا احنا قلنا ان اي event في الدنيا بيكون between 0 and 1، وبيكون between 0 and 1 يعني ماليش دعوه بالنيجاتيف نهائي، فبالتالي ال 315 percentage دي معناها ان هي عدت ال 1 بكتير، ما تنفعش معايا. النيجاتيف ما دام هي نيجاتيف برضه ما تنفعش معايا. ال 1.2 دي معناها برضه عدت ال 1 يبقى مش معايا. اذا الحاجه الوحيده اللي بتنفع معايا اللي هي 75 percentage، لان هي اصلا الاصل بتاعها 3 over 4 وال 3 over 4 هي فعلا between 0 and 1. طيب بيقول لي هنا a basket has cards labeled by number from 1 to 20، يعني انت في cards مترقمه من 1 ل 20. If a card selected randomly، لو في كارد اخترناها عشوائيا، هو بقى عايز probability of number card is divisible by 6. يعني انا كلمه اصلا divisible by 6 يعني معناها موجوده في table 6، مين اللي موجود في table 6 من اول ال 1 لحد ال 20؟ اذا ال 6 نفسها، عد بقى على صبعك معايا كده، ال 6 نفسها وال 12 وال 18، ما ينفعش واحد يقول لي 24 لان 24 انت كده هتعدي 20. اذا انت عديت على صبعك 3، يبقى بتقول له بقى 3 over التوتال، التوتال اللي هو كان 20. بيقول لي هنا if the probability of that pupil success او succeeded in 70 percentage then the probability of his failure is not، فبالتالي هو بيقول لك نجاح شخص معين كان 70 percentage، فبالتالي السقوط بتاعه هيكون 30 من ال 100، فبالتالي 30 percentage دي لو انا عايز اخليها fraction كنت بعمل divided 100، فبالتالي الاجابه هتدينا 3 over 10 اللي هي اساسا بالديسمال 0.3، اذا الاجابه النهائيه بتاعتي هتدينا 0.3. السؤال ده بيتكرر في الامتحانات كتير وناس كتير ممكن ما تكونش بتعرف تحله يعني، بس تعالى نركز كده مع بعض فيه. بيقول ايه؟ A team players 20 matches with other teams، في فريق لعب 20 ماتش، لعب 20 ماتش كوره، فبيقول لي بقى if the probability of winning احتمال ان هم يفوزوا كان 0.4 then the number of matches which the team does not win them، يبقى انا عايز عدد الماتشات اللي هم مش هيفوزوا فيها. طب اولا كده هو 0.4 دي هي اصلا معناها 4 over 10. طب 4 over 10 انا عايز اوصل ال 10 لل 20 لان التوتال بتاعك دلوقتي 20،
فبالتالي انا هعمل هنا باي 2 وهعمل هنا باي 2 عشان اوصل للصوره بتاعتي، عشان اعرف هما احتمال فوزهم كام بالظبط. فبالتالي من فوق هيكون 8 ومن تحت هيكون 20. اذا احتمال ان الناس دي تفوز بالماتشات هي عباره عن 8 فروم 20. انا بقى عايز احتمال ان هما مش هيفوزوا، فبالتالي برضه نفس الفكره هنا. ال 20 اهي، ال 8 دي فاضل لها كام عشان توصل لل 20؟ فاضل لها 12. فبالتالي احتمال ان هما مش هيفوزوا هيكون عباره عن 12. طيب تعالوا نشوف الاسئله اللي من النوعيه دي كده، عشان يمكن اكتر اسئله بتتكرر في الامتحانات اللي هي بتاعت بوكس كونتينز ريد بول وايت بول والكلام ده كله، مع ان احنا خدناها كذا مره يعني. اول حاجه بيقول لي بوكس كونتينز 6 ريد بولز و 9 وايت بولز و 10 بلو بولز. اول حاجه حضرتك بتعملها لي بتحسب لي كل الكور عددها كام، فبالتالي 6 بلس 9 بلس 10 الاجابه بتاعتك هتديك 25. اذا اي سؤال هسأله لك دلوقتي هتعمل لي دايما اوفر 25. طيب هو بيقول لي بقى كالكوليت probability اوف، انا هكتب لك انا الاسئله من عندي عشان اقول لك كل الاحتمالات. نمبر 1 لو جيت قلت لك جيتنج ريد بول، ريد بولز الموضوع ده هيكون ايكوال كام؟ طبعا ريد بولز يبقى عدد الريد نفس اللي هو ال 6 اوفر التوتال بتاعك اللي هو كان 25. طبعا انت بتيجي دايما بتمسك الكالكوليتر بتشوف الفراكشن ده ليه سامبلز فورمولا، لو جيت عملت على الكالكوليتر 6 اوفر 25 هتديك برضه 6 اوفر 25 زي ما هي. لما نيجي نمسك نمبر 2 بيقول لي هنا جيتنج وايت اور بلو، كلمه حاجه اور حاجه يعني بتاخدهم هما الاثنين مع بعض، فبالتالي يبقى 9 بلس 10 يبقى ايكوال 19 اوفر بقى التوتال اللي هو برضه 25. نمبر 3 لو جيت قلت لك هنا جيتنج نون بلو، كلمة نون بلو أو نون وايت أو نون ريد يعني معناها الحاجة دي نفسها مش هتاخدها بس هتاخد الباقي، يعني نون بلو هنشيل البلو خالص فيبقى أنا الوايت مع الريد اللي هو 6 بلس 9 ايكوال 15، يبقى 15 من فوق أوفر التوتال اللي هو كان 25، بس خلي بالك دي لها سامبلز فورم هتدينا في الآخر 3 أوفر 5. طيب نمبر 4 لو جيت قلت لك هنا جيتنج بلاك مثلا، ان انا اديك لون مش موجود فيهم اصلا، طبعا بلاك مفيش بلاك اساسا، فبالتالي يبقى 0 اوفر 25 بالاجابه ان هي بتاعتي هتكون 0. طبعا السؤال ده نفس الفكره بتاع السؤال اللي فات بالظبط، هسيبه لكم بقى يبقى هوم ورك ليكم. وتعالوا نشوف الجزء ده او الحاجه دي ممكن تجينا نعمل فيها ايه. وبيقول لك ذا فولوينج داتا شوز ذا ريزلت، انه في ترانسبورت معين لبيوبلز اثناء ذهابهم الى المدرسه. في 12 بيبلز او 12 شخص بيروح للمدرسه عن طريق البايسكل، في بيروح 16 عن طريق الباس، والبرايفت كار 8، والاون فود اللي بيمشي على رجليه كان 12. هنا بقى بيقول لك طبعا انا لازم برضو اعرف التوتال بتاعهم كلهم كام. اذا انا دلوقتي لما اجي اعمل 8 او 12 بلس 8 ايكوال 20، طب 12 و16 الاجابه 28، فبالتالي 28 و20 يبقى 48. اذا اي سؤال هيتسال هيكون تحت 48 يعني هو التوتال بتاعهم كله عباره عن 48 دلوقتي. طبعا جزء باس يبقى تكتب الباس هنا من فوق يبقى 16 اوفر 48، وخلي بالك دي ليها سامبلز فورم هتعملها بالكالكوليتر وشوفها بكام. جوز تو سكول اون فوت يبقى هنا 12 وبرده دي ليها سامبلز فورم هتشوفها بكام. دازنت لما مش بيركبوا بايسكل فبالتالي هنشيل بايسكل وناخد الباقي، فبالتالي يبقى هنا 12 و 8 يبقى 20، 20 و16 يبقى 36، يبقى نكتب هنا من فوق 36 وبرضه نعملها في السامبلز فورم نشوفها تبقى بكام يعني. تعال نشوف الاسئله اللي بيكون خاصه بالداي، لان هي اسئله مهمه جدا وانا حاولت ان انا اغطي كل الافكار الخاصه بالداي. اولا اي سؤال يتسال لي على الداي، انت دلوقتي لما تيجي ترمي الداي اللي هي الزهره اللي بنلعب بيها، فاي سؤال بيتسال لي عليها دايما بيكون اوفر 6، لان هو دلوقتي التوتال بتاعك بيكون 6 اهو اوفر 6، كله بيبقى اوفر 6. تعال نشوف بقى كده اول سؤال بيقول لنا ايه. انا عايز جيتنج نمبر جريتر ذان 4، عد لي على صبعك اللي بيكونوا الحاجات اللي بيكون اكتر من ال 4. طبعا يبقى 5 و6 يبقوا اذن هم حاجتين بس، فبتكتب هنا 2 يبقى 2 اوفر 6، يبقى الاجابه هتكون 1 اوفر 3 في السامبلز فورم. جيتنج نمبر ليس ذان 3 اللي بيكون اقل من 3، طبعا الاقل من 3 اللي هي 2 وال 1 يبقى هم حاجتين، يبقى برضه 2 اوفر 6 يبقى 1 اوفر 3. جيتنج ايفن نمبر، الايفن نمبر في الداي اللي هو ال 2 وال 4 وال 6 مفيش زيرو، هو الزيرو ايفن نمبر بس مش موجود في الداي، فبالتالي الايفن نمبر هما 2 و4 و6 يبقى 3.
3 اوفر 6 دي في السمبلس فورم هتبقى 1 اوفر 2. جيتنج جود نمبر اللي هو ال 1 وال 3 وال 5 يبقى برضه ثلاث حاجات، يبقى 3 اوفر 6 يبقى برضه 1 اوفر 2. البرايم نمبر، ونقف عند البرايم نمبر لان في ناس كتير مش عارفه يعني ايه برايم نمبر. برايم نمبر يعني نمبر موجود في التيبل بتاع نفسه فقط، بمعنى انه مثلا ال 2 2 باي 1 بس يبقى 2 برايم نمبر، ال 3 3 باي 1 بس يبقى 3 برايم نمبر. ليه ما قلناش ان ال 4 برايم نمبر؟ عشان ال 4 دي 1 باي 4 و 2 باي 2. اذا ال 4 ما ينفعش اطلق عليها اسم برايم نمبر. ولا ال 6 ينفع اطلق عليها برايم نمبر لان 6 دي 2 باي 3. ولا ال 9 برايم نمبر لان 9 1 باي 9 و 3 باي 3. طب يا مستر، طب ما هو ال 1 1 باي 1 ومفيش حاجه ثانيه تدينا 1 غير 1 باي 1، يبقى ال 1 ليه مش برايم نمبر؟ عشان انا عايز 2 حاجتين مختلفين عن بعض. لما بتقول 1 باي 1 هما نفس الحاجه، لا انا عايز حاجتين مختلفتين. فبالتالي البرايم نمبر بصوره عامه هيكون 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13 و 17 و 19 و 23 و 29. دول اكتر حاجه بستخدمهم لحد كده كفايه قوي. يعني هو يوم ما هيجيب لي اقصى حاجه يبقى انا عارف ان دول كده ماشي بالترتيب، ان دول البرايم نمبرز بتوعي اللي انا بستخدمهم. دلوقتي بقى يا حبايبي لما تيجي يقول لي هنا جيتنج ا برايم نمبر في الداي، طبعا في الداي ما فيش غير ال2 وال3 وال5 فقط، فبالتالي يبقى 3 اوفر 6 يبقى في السمبلس فورم 1 اوفر 2. خلي بالك انه ممكن احيانا في الامتحانات ما يديكش 1 اوفر 2، يعني دي تبقى في تشوسز يعني وما يديكش 1 اوفر 2. انت لما تيجي تمسك لي 1 اوفر 2 تعملها بالكالكوليتر الاجابه هتديك 0.5، يعني ممكن تبقى بالديسمال بالشكل ده. طب جيتنج ذا نمبر 5 يعني الحصول على نمبر 5 تحديدا، هو ما فيش غير 5 واحده، اذا هي حاجه واحده، اذا بتقول له 1 اوفر 6. جيتنج نمبر 7 ما فيش اصلا نمبر 7، فبالتالي يبقى 0، يبقى الاجابه النهائيه بتاعتي 0. جيتنج نمبر ليس ذان اور ايكوال 6 يعني ما دام قلت لك كلمه اور ايكوال يبقى ال 6 نفسها بتحسبها معاك، يبقى 6 و5 و4 و3 و2 و1. اذا انا عديت الاصابع 6، يبقى 6 اوفر 6 يبقى الاجابه بتاعتها ايكوال 1. جيتنج نمبر جريتر ذان 6 ما فيش حاجه اكبر من 6، يبقى 0 في الداي طبعا، يبقى 0، يبقى الاجابه النهائيه بتاعتي 0. طيب السؤال ده تحديدا ممكن طلبه كتير تغلط فيه، اللي هو برايم وفي نفس الوقت ايفن. هو اولا البرايم نمبر اساسا كان عباره عن 2 و3 و5، انا بقول لك مين منهم ايفن؟ يبقى ما فيش غير ال2 بس هي اللي ايفن في البرايم نمبر اللي في الداي، اذا هي حاجه واحده بس. زي ما يجي يقول لك برايم وفي نفس الوقت ايفن في الداي، اذا هي 1 اوفر 6. The probability of number divisible by 3، كلمه divisible by 3 يعني معناها موجود في تيبل 3. مين اللي موجود في تيبل 3 في الداي؟ اذا ال 3 نفسها وال 6، يبقى هم حاجتين، يبقى اذا 2 اوفر 6 يبقى الاجابه هتبقى 1 اوفر 3. طب لو قلت لك getting number divisible by 5، divisible by 5 يا مستر ما فيش غير 5 اساسا، هي 5 بس، بس ساعتها كنت هتقول له 1 اوفر 6 لو جه قال لك divisible by 5 يعني. طيب هنا بقى ساعات بيجيب لك اسئله من النوعيه دي، ان هو بيقول لك انت عندك كاردز 15 كاردز مترقمه from 1 to 215. إذن أي سؤال هيتسأل لي على السؤال ده هيكون over 15، over 15 برضه هنا over 15. طيب getting number divisible by 4 يعني معناها موجود في table 4 من أول ال 1 لحد 15. إذن ال 4 نفسها، يلا نعد أصابعنا كده مع بعض، ال 4 نفسها وال 8 وال 12 ينفع أقول 16؟ لأ، لأن أنت كده ال 16 هتعدي 15. إذن أنا عديتها لأصابعي 3 بس، ويبقى 3 اوفر 15 في السمبلس فورم هتكون 1 اوفر 5. طب جيتنج برايم نمبر، احنا لسه قايلين مع بعض البرايم نمبر كان 2 و 3 و 5 و 7 و 11 و 13، وما ينفعش اكتب 17 لان لو كتبت 17 هعدي ال 15. اذا دول اللي محطوطين بين 1 اند 15، يبقى 1 2 3 4 5 6، اذا هو 6 اوفر 15 عددهم 6. طبعا دي في السمبلس فورم هتدينا 2 اوفر 5. طيب السؤال اللي بعده A perfect square، يعني ايه يا مستر perfect square؟ احنا قلنا قبل كده في الدروس اللي فاتت ان perfect square كان اللي هو 1 by 1 equal 1، 2 by 2 equal 4، 3 by 3 equal 9، 4 by 4 equal 16 وهكذا بقى and so on. طبعا انا اللي يهمني لحد دول بس، يعني ما ينفعش اقول 16 لان انت كده كده هتعدي ال 15. اذا ال perfect square هما 1 و 4 و 9 اللي موجودين هنا between ال 1 وال 15 يعني، اذا هنا عددهم 3، يبقى انا هقول 3 over 15، يبقى في السامبلز فورم هتكون 1 اوفر 5. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. اتمنى ان كل الناس تكون فهمت حلقتنا النهارده كويس جدا، واتمنى ليهم كل التوفيق باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.